النهاردة بنفكر حضراتكم مرة تانية أنه اليوم العالمي للشباب، واللي بيعد مناسبة دولية بتبرز إمكانات الشباب ودورهم الأساسي في المجتمعات وفي تشكيل مستقبل أفضل لدولهم. صحيح، فكرة اليوم ده يمكن بدأت من سنة 1991 لما اقترح عدد من شباب العالم اجتمعوا في فيينا خلال الدورة الأولى لمنتدى الشباب العالمي أن هم يعملوا إعلان يوم دولي للشباب، ومن بعدها أصبح هذا اليوم هو اليوم العالمي للشباب. تعالوا نشوف هذا التقرير. نحتفل اليوم باليوم العالمي للشباب، وهو مناسبة دولية تسلط الضوء على إمكانيات الشباب ودورهم الأساسي في تشكيل مستقبل أفضل. تعود فكرة هذا اليوم إلى عام 1991، عندما اقترح شباب العالم الذين اجتمعوا في فيينا خلال الدورة الأولى لمنتدى الشباب العالمي إعلان يوم دولي للشباب. وقد أوصى المنتدى بإطلاق يوم مخصص لجمع تمويل يدعم صندوق الأمم المتحدة للشباب بالشراكة مع المنظمات الشبابية. وفي عام 1999 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة 12 من أغسطس كيوم دولي للشباب، ليكون احتفالاً سنوياً بدور الشابات والشبان كشركاء أساسيين في التغيير. كما يشكل هذا اليوم فرصة لزيادة الوعي بالتحديات التي يواجهها شباب العالم. وتشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى أن نصف سكان الأرض تحت سن 30، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 57% بحلول نهاية عام 2030. ومع تسارع التحولات الرقمية، تكتسب هذه المناسبة أهمية خاصة في تسليط الضوء على إسهامات الشباب في هذا المجال وتأكيد دورهم كقادة للتغيير. شعار الأمم المتحدة لهذا العام هو من النقر إلى التقدم، مسارات الشباب الرقمية للتنمية المستدامة، ويسلط الضوء على قدرة الشباب على استخدام التقنيات الرقمية كأداة قوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع اعتماد 3/4 الشباب في العالم على الإنترنت، وباتوا قادرين على ابتكار حلول للتحديات العالمية باستخدام الأدوات الرقمية، من مكافحة تغير المناخ إلى تعزيز المساواة بين الجنسين. ورغم هذه الإنجازات، لا تزال هناك فجوات رقمية كبيرة، خاصة في البلدان النامية وبين النساء الشابات. لذلك دعت الأمم المتحدة إلى تمكين الشباب من اكتساب المهارات الرقمية وتوفير البنية التحتية الرقمية وخلق بيئة محفزة للابتكار الرقمي وتقديم الدعم المالي والفني للمشاريع الشبابية، وذلك عبر الاستثمار في الشباب وتمكينهم بما يمكنهم من بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للعالم. كل سنة وكل شباب العالم بكل خير.